عرض الكتاب هو آدم معرض في العالم وسنة 69، وإحنا كلنا بنفخر بده، إن يكون لمصر دايما الريادة في أمور مهمة جدا وخاصة الثقافة. فمعرض الكتاب لا شك إن هو يسعدنا ويشرفنا إن إحنا نكون موجودين مع حضراتكم. واسمحوا لي أتكلم على أهمية الرياضة مع الثقافة، لأن الرياضة ليها جزء كبير جدا في ثقافة المجتمع. وبرضه ممكن أحكي على حاجة بسيطة. بدايتي ونشأتي وأنا لسه طفل صغير، كان والدي رحمة الله عليه وعلى أبواتنا جميعا، كنت في نادي اسمه نادي النصر. النادي النصر ده في مصر الجديدة، وأنا كنت في عين شمس. فكان والدي في التمرين وانا عندي بقى 9 سنين وعشر سنين وحداشر سنة، لان انا رحت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنة تقريبا. كان والدي بيديني قرش، القرش دوت طبعا دلوقتي محدش يعرف عن ايه قرش اساسا يعني، فكان على اساس ان انا اركب بتعريفة رايح، لان المسافة كلها 14 15 كيلو، عشان انا يعني اركب بقى اتوبيس بتعريفة رايح بتعريفة جاي. فأنا الحقيقة كنت بركب بالتعريفة الرايح ده وأروح أتمرن، وأنا راجع باخد ال 14 أو 15 كيلو باخدها مشي، وبشتري رغيف عيش فينو كده بالتعريفة الباقي أتعشى وأنا ماشي كمان. الكلام ده فادني جدا، فادني جدا رياضيا، فادني جدا التزاما ومعرفة معنى الحياة، فادني جدا كمان وانا ماشي في الشارع 15 كيلو. النماذج اللي بشوفها في الشارع من الناس ومن نوعيات كثيره من الناس قد كده انا استفدت منها وانا لسه طفل صغير. بشوف نماذج كثيره جدا. فمن يومها وانا عارف ان الرياضه دي ممكن يبقى ليها دور كبير جدا في ثقافه المجتمع. وده يمكن من الحاجات اللي خلتني اكون حريص جدا من اول يوم ازاي نكون للرياضيين شكل مختلف، وازاي يكون ليهم دور مؤثر في المجتمع. تطور كبير حصل، التطور دوت ان كل ما زادت الايرادات ومصادر الايرادات زادت، لا شك طبعا مع كمان اختلاف سعر الصرف بتاع الدولار، فالجنيه قيمته قلت شويه فبقت الارقام كبيره. وده بيبقى عرض وطلب، اللي يستطيع ان هو ياخد ده ياخد، لكن نحاول بقدر الامكان نحافظ شويه على السوق المصري. ده اتجاه ان احنا ما نخشش في اي صفقات او حاجه الا ما تكون ضروريه، وضروريه للنادي بتاعك وفي مراكز معينه، مش مجرد ان اخد صفقات لمجرد الصفقه يعني. حاجه ثانيه، ما فيش طبعا اي علاقه طيبه وعلاقه كلها يعني نوبه الاحترام مع سياده بشار بطوله مصريه. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق شنامي، هذا من الميكروفون شويه من بسم الله الرحمن الرحيم. طارق شنامي، احنا سعيد طبعا بوجود كابتن محمود الخطيب اللي انا اتشرفت بمقابله حضرتك من خلال احتفاليه كانت خاصه بالاتحاد رياضات المكفوفين. الشرف ليا. اهلا بحضرتك، وانا طبعا سعيد بوجود حضرتك، وبسال حضرتك هل في دور النادي الاهلي الخاص بذوي الاعاقه، هل في اي خدمات بتقدم اليوم على المستوى الرياضي والتثقيفي؟ ومن خلال برضه وجود حضرتك انا بتشرف باهداء مجله احنا بنعملها من خلال مؤسسه خاصه بالاطفال المكفوفين، بنهديها لحضرتك مجلس الاداره، انها تبقى موجوده في المكتبات الخاصه بالنادي الاهلي. لو كان في اي اطفال مكفوفين بيترددوا على النادي الاهلي ان احنا نهدي اليوم المجله بشكل مجاني. بشكرك جدا جدا، بشكرك على الاهداء. يمكن النادي الاهلي خلال الفتره برضو بتاعت الانتخابات كنا بنفكر ازاي نعمل برنامج. البرنامج اللي احنا عملناه سميناه برنامج عائله النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي متعودنا واحنا لسه ناشئ صغير، يعني دخلت النادي الاهلي سنه 70، كلنا عايشين كاسره واحده، كلنا عايشين كعيله واحده،
ويمكن النادي الاهلي سر نجاحاته ان هو يعني مبني على الحب، مبني على الانتماء، مبني على التضحيه للنادي، ده شيء مهم جدا، مبني على ان النادي الاهلي ليه دور وطني لازم يقوم به. من ضمن الادوار بتاعه النادي الاهلي اللي المفروض يقوم بها هو الرعايه بالنسبه لذوي الاحتياجات، عشان كده احنا في البرنامج بتاعنا حطينا فقره كبيره جدا ان احنا ازاي نهتم بذوي الاحتياجات اللي لهم حق علينا، لان هو حق علينا كلنا. ربنا اراد ان احنا نبقى اصحاء واراد لذوي الاحتياجات، ويمكن اكيد ان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لهم ويمكن سايب لهم الخير باذن الله. عشان كده احنا لازم ندور في مع ذوي الاحتياجات الخاصه. عشان كده احنا عندنا اداره خاصه بهذا الامر، ليها نشاط رياضي، ليها نشاط ثقافي، ليها نشاط خدمي مع اولادنا. احنا بنفكر ازاي نطور هذا. مش كده احنا يمكن انا اتفضل مش سامع يا جماعه. اهلا وسهلا. عشان كده لو كده حضرتك حاطط في الملف دوت جواب وحاطط كارت انا شفته مع مدير النادي دلوقتي، ممكن يجيها للاداره المسؤوله، ممكن يتصلوا بحضرتك لو محتاجين ان هم ازاي يتعاونوا. بس احنا دكتور اشرف عملي، الدكتور اشرف عراقي، الدكتور اشرف عراقي، احنا الحقيقه قعدنا معاه قعده طويله جدا، اعتقد ذوي الاحتياجات الخاصه عارفينه كويس، ادانا شويه رؤى وشويه افكار حتى في منشات النادي، وده اللي احنا ماشيين عليه الفتره دي ان شاء الله. باذن الله في خلال الست اشهر او سبعة اشهر الجايين هيكون في تطور ملحوظ جدا بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه في كل المجالات، مش بس مجال اللي احنا نتعامل معاهم، لا لازم مجال رياضي تنافسي، ده شيء مهم جدا، مجال ثقافي، مجال رحلات. اعتقد ده ممكن احنا ان شاء الله رساله لازم نقوم بيها، ولازم ان احنا كمان يعني الحقيقه نحس دايما ان ده حقهم علينا، مش ان احنا بنعمل ده لمجموعه من الناس ربنا اراد بيهم شيء معين. فبشكرك جدا.